مرحبا. تتفوق الكلاب على التقنيات الأخرى بكشف المتفجرات لأنها بتتمتع بحاسة شم خارقة بتخليها الأكثر قدرة على كشف المتفجرات بأكثر الأماكن ازدحاماً مثل المطارات. تدريب الكلاب حتى يصير عندها كفاءة عالية بالكشف عن المتفجرات أمر مكلف جداً وبده وقت طويل بالتدريب، وبالوقت نفسه مو كل سلالات الكلاب قابلة للتدريب، والسبب هو أنه بعض أنواع الكلاب فقط بتتعامل مع الشم والتنفس كشيئين منفصلين، وهي عبارة عن وظائف منفصلة بأنوف هاي الكلاب، فبتحصل عملية التنفس بدون ما تتداخل مع حاسة الشم، ولكن واحدة منهم وظيفة بتختلف عن الثانية. رجع لأخبرت أصناف عم يبقى غائم جزئياً بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، أما درجات الحرارة فعم بتميل للارتفاع التدريجي حتى عم تبقى حول معدلات أو أدنى بشوي بحوالي 2-3 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، عم توصل ل 16 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60-95%، والبحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 18 درجة. رح ننتقل سوا هلأ لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية. بالعاصمة السورية دمشق عم بيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة فيها عم بتسجل الدنيا 9 العليا 21. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. رح نبدأ من السويدة بالجنوب، أيضاً غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة درعا الدنيا 9 العليا 22، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم تتراوح بين 7-18. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما أيضاً طقس مكفي غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حما الدنيا 11 العليا 22. كيف عم بيكون الطقس على الساحل بطرطوس ولاذقية؟ عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار ودرجات الحرارة عم تتراوح بلواء اسكندرون بين 13-20 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب؟ أيضا كافية احتمالية سقوط الأمطار ودرجات الحرارة بحلب عم بتسجل الدنيا 10 العليا 20. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية بالرقة، عم بيكون الجو غائم جزئيا ودرجات الحرارة عم تتراوح بالحسكة بين 8-19، عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار. أما بدير الزور فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 12-21 وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.